السلام عليكم متابعي القناة، نتمنى أنكم تكونوا في أحسن الأحوال. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصوب معكم طبق من داكشي الرفيع بالصومون بجميع الأسرار ديالو باش كيطلع زوين وسر الطياب ديالو. الخضر المرافقة كذلك من أروع ما يكون، أما داك الروز خلاص لذيذ بزاف بزاف، ولاصوص تهية خطيرة جدا. المهم الطبق كله على بعضه جد جد رائع. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع التفاصيل في بقية الفيديو، كنتمنى لكم فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. أول حاجة بدو نحضرو الخضيرة ديالنا. عندي هنا خيزو قطعتها بهذا الشكل، درتها في كاسرونة تسلق في شوية الماء، ما غندير لا ملح لا والو لأنني من بعد غنعاود نسوطيها مع المليح. عندي هنا الذرة قطعتها غير بحال هكا صغيرة، هادي غنسلقها بالملح ديالها. وعندي كذلك هنا بطاطا قطعتها حتى هي هكا طريفات صغار، غنديرها تسلق مع شوية المليح. فواحد الكاسرونة واحدة أخرى درت الماء كيغلي وزدت عليه شوية الملحة، وغادي ننزل فيه عريشات ديال البروكولي. طبعا كنكون غسلته مزيان نقيته، والبروكولي كيبغي يتنقى مزيان لان كيقدروا يكونوا فيه حشرات هنا لداخل بين هاد الوريقات، كيخصنا نقلبوه ونقيوه ونغسلوه مزيان. اذا كندير هاد البروكولي في الماء مغلي وكنخليه غير شويه، هو ما كيبغيش يطيب بزاف، يعني من الاحسن يبقى شويه كروكون كيجي الد. صافي غادي نخليه غير شويه ونطفي عليه. صافي هنا بعد ما هذاك البروكولي غير شي شويه تسلق كنحيدوه وكنقطروه ونخليوه جانبا. عندي هنا ايضا البطاطا حتى هي من بعد ما تسلقات طابت مزيان، زدت عليها ثلاثه ديال الحبات ديال جبن المثلث، كيبقى اختياري ما بغيتوش ممكن بلاش. غادي ندير شويه ديال الحليب نديرو بها بيوري. غادي نزيد شويه ديال البزار. بالنسبه للملحه يمكن لكم تذوقوا، جاتكم الملوحه ديال البطاطا مزيانه كافي، جاتكم ناقصه زيدوا شويه. انا سلقتها بالملح ديالها، وغادي نمعكوها ما حدها باقه سخونه باش كتمعك بكل سهوله، لانها الا بردات كتقصح وما كتبغيش تمعك مزيان. انا هنا بدلت الراي، درتها في الطحانه وطحنتها باش عطاتني هكا بيوري بهذا الشكل. يمكن لكم تطحنوها ولا تمعكوها غير باليد حسب الرغبه ديالكم. نرجعوا لهذيك خيزو من بعد ما طيبناها فقط نص طيبه، كنديروها في واحد المقيله مع شويه ديال المعدنوس، كندير شويه من زيت الزيتون، شويه ديال المليحه حيت انا سلقت خيزو بلا ملحه، شويه ديال البزار، وشويه ديال الثومه غبره اللي غادي يمكن لكم تعوضوها بثومه محكوكه. انا كنفضل نديرها بحال هكا فودغ باش ما كتجيش باينه، يعني كيبقاو هذوك الطريفات ديال الثومه محكوكه كيبقاو باينين فهاد الخيزو المشرمل اولا مصوطي، فانا كنفضلها بودغ كدوب وما كتجيش باينه كاع، كيبقى غير الذوق ديالها. صافي اذا غادي نسوطيها شي شويه مع التحريك دائما، صافي واحد شويه فقط جوج ثلاثه دقائق وكنطفيو عليها. بالنسبه للطياب ديالها فانا كنفضل انها تبقى شويه كروكون، وانتم طبعا بغيتوها طيبه بزاف فتخليوها حتى كتهز الطياب اولا كتشد الطياب مزيان. نمشيو دابا نوجدو الرز. فواحد الطنجره درت شويه ديال الفواكه البحر، غادي نزيد شويه ديال زيت الزيتون، غادي نديرو ملح حسب الذوق. انا الملح درتها شويه بالزيت حيت من بعد غيطيب لي الرز في هاد يعني مع هاد فواكه البحر في نفس المرق. غادي نزيد شويه ديال البزار، غادي نزيد شويه ديال البصله بودر، يمكن لكم تحكو شويه ديال البصيله. عندي هنا جوج راس ديال الثوم المحكوكي حتى هي ممكن تعوضوها بالثوم بودر. عندي واحد جوج ورقات ديال سيدنا موسى اولا ورق الغار. غادي نخلي هاد فواكه البحر حتى كتخرج الماء ديالها وتخلي تشرب، كتبقى غير ديك الزويته اللي هي اللي درناها. سمحوا لي نسيت الربيع، عندي هنا شويه ديال الصبر ومعدنوس مقربي حتى هما كنزيدهم كنعاود نخلي فيهم هاد الماء ديالي. اذا هنا صافي بعد ما تشرب لي هاد الفواكه البحر تشربات كلها داك الماء اللي تلقات بقات غير الزويته، غادي نزيد الرز. دايره انا بسماتي اللي كان سبق لي رقدتو اولا رقدتو شويه ديال الماء وكثرتو، الكميه كتبقى على حسب الرغبه، يعني نتوما واش بغيتو الرز غالب اولا فواكه البحر غالبه.
انا الصراحه ما بغيتش ندير بزاف، بغيت تجيني باينه هاد الفواكه البحر. غادي نشحر شويه الاول هذا الرز، عاد غادي نزيد عليه الماء مغلي ونخليه يطيب. اذا هنا من بعد ما تقلى اولا تشحر لي مزيان داك الرز، خدا لي من الطيبه ديال فواكه البحر ومن العطريه اللي درنا، غادي نزيد شويه ديال الماء مغلي. بالنسبه للماء غادي نحاولوا اننا ما نكثروش، يعني القياس فقط اللي كيطيب فيه الرز باش بلا ما يجينا معجن. تقريبا اقل من الضعف ديال الرز، يعني الا درتو كاس ديال الرز غديروا اقل من جوج كيسان ديال الماء وصافي. غادي نخليو هذا الرز ديالنا يطيب حتى كينشف وكيتشرب تماما داك الماء اللي فيه. هنا من بعد ما داك الرز طاب وتشرب لي الماء كله، يعني تقريبا ها هو ناشف تماما، ما نقول لكم الريحه شحال غزاله وشحال جاي لذيذ. شوفوا معايا كيف، يعني ما معجن ما والو، حبه على حبه وجا بنين بزاف. كلمسه اختياريه غادي نزيد القليل من كريمه الطبخ، حيت بغيت واحد لا تيكستور اللي تكون شويه كريميه، ممكن تخليوها غير هكا راه حتى هو كيجي زوين. ماشي كيجي زوين، راه كيجي جد رائع، ولكن هاد اللمسه هادي حتى هي كتزيدو من اللذه وكتجي واحد لا تيكستور زوينه. اذا صافي نخلط شويه هاد لا كريم مع الرز فوق العافيه دائما، واحد دقيقه بحال هكا كنطفي لا الرز ديالي وصافي. اذا هذا هو الشكل ديال الرز ديالنا من بعد ما زدت له هذيك لا كريم، خلطته مزيان خليتهم يندمجوا وطفيت عليه، كيكون هذا هو الشكل ديالو من اروع ما يكون. غادي نمشيو دابا نطيبوا المكون الاساسي اللي هو السومون فواحد المقيله، درت شويه ديال الزبده، والزبده تكون من النوعيه الجيده. عندي هنا واحد جوج وريقات ديال سيدنا موسى، نخليو هاد الزبده تذوب. يمكن لكم تستغناو على الزبده الا بغيتو وتستعملوا مثلا زيت الزيتون، تخلطوا الزبده والزيت. انا هنا مستعمله زبده حيوانيه، وممكن ايضا انني نضيف شويه ديال زيت الزيتون حسب الحاجه. اذا ملي كتذوب لي هذيك الزبده كننزل قطع الصومو، غادي ندير من الفوق شويه ديال المليحه. ردوا البال راه الصومو ما كيبغيش طياب بزاف، شويه ديال البزار، شويه ديال الثومه غبره، شويه ديال البصله غبره. اذا هنا كنحرك غير بحال هكا، ملي كتلاحظوا ان الزبده ديالكم بحال اللون ديالها بدا شويه كيمشي للبراون ديالي، هنا غنزيد واحد شويه الزيت غير باش ما تتحرقش ليا ديك الزبده وتعطيني شي ريحه خايبه في الكوتي ديالي. زيت الزيتون طبعا اللي مستعمله انا، صافي. غادي نخلي هاد الصومو غير شويه ونقلبو على الجانب الاخر، كذلك كيطيب من الجهه الثانيه وياخذ لي واحد اللون زوين. يمكن لكم غير شويه تشحروه من هنا ومن هنا ودخلوه للفران، او لا طيبو غير بحال هكا في المقله على حسب الرغبه ديالكم. اذا صافي بحال هكا كافي، انا نقلب الجانب الاخر. صافي هنا من بعد ما قلبت هاد الصومو غنخليه غير شويه وغنردو على الوجه الثاني ونوريكم كيفاش غادي نكملو، يعني اللمسه الاخيره في الطياب ديال هاد الصومو. اذا هنا كيفما كتلاحظوا معايا خليت هذاك الصومو غير خدا لي واحد يعني واحد الخطيفه ديال اللون المحمر، قلبتو ما وصلش الدقيقه اللي خليته على هذا الجانب. بالنسبه للزبده والزيت شويه لانني محتاجاهم هنا في هذه المرحله. ندير هنا شويه ديال الربيع، نزيدو بحال هكا من فوق. كناخذ واحد المعلقه كنبدا ناخذ من هذا الزيت والزبده، وطبعا نازله فيهم داد الحوت وكاع المكونات اللي درنا، كنبدا نخوي فوق من الصومون ديالي بحال هكا. صافي اذا غادي نحيد هذا الحوت، كيف ما قلت لكم راه ما كيبغيش ابدا طياب بزاف، نخليه جانبا.
بالنسبه لهذا الليدام او الزبده ولا باقي النكهات اللي فيها اللي بقات لي، غنصاوبوا بها لاصوص. يمكن لكم تحيدوا واحد شويه في الاخير، ديروه فوق من الحوت ديالكم باش كيعطيه اللمعه في التقديم، والباقي عاد تستعملوه ديروا به لاصوص. اذا نمشيو نوجدوا لاصوص ديالنا. انا نعاود نشعل على هذه المقيله، عندي هنا كريمه ديال الطبخ كنزلها في المقيله ديالي. الكمية طبعا على حساب الرغبة ديالكم. غادي نزيد عليها شوية ديال الثومة غبرة باش تعطيني واحد المذاق مجهد للثومة، اما هو راه اصلا ديك الزبدة والزيت راه فيهم الثومة. غنزيد القليل فقط، شويش ديال البزار، واحد شوية ديال الربيع. الا بغيتو تقلو لاصوص كتقدروا تزيدوا نشا او لا طحين، طبعا كتخلطوهم على برا يا اما مع الحليب يا اما مع الماء، عاد كتزيدوهم على هاد لاكريم. غادي نزيد القليل من صلصة الصوجة، شوية فقط تعطيني شوية الذوق وكذلك اللون. وإلا توفر عندكم لي شامبينيون حتى هما تقدرو تزيدوهم، ديرو بحال صوص دو شامبينيون غتجي زوينة. أنا استعملت داكشي لي متوفر عندي حاليا. صافي، إذا غادي نخلط المكونات فوق من البوطة مع التحريك المستمر حتى كنحس بهاد لاصوص بدات كتجمع بحال شويه، ما كيبقاش عندها واحد القوام اللي سائل. على بركه الله نبداو الدريساج ديال الطبق ديالنا. اذا هذا هو الحوت من بعد ما طاب، شوفوا معايا كيف باقي شاد الماء ديالو لداخل، يعني ماشي داك اللي كاز كما قلت لكم، هو راه ما كيبغيش طياب بزاف ابدا. غادي نحطو هنا لا بوري ديالنا. غادي نحاول نقادها وكنجرب بحال هكا باش كنخلي بحال واحد الفراغ في الوسط. غادي ناخذ البروكولي، غنحط الفواكه ديالي او الخضر ديالي من هنا بحال هكا فوق من البطاطا. غادي ندير هنا الذره، وعندي هنا خيزو نحاول نحطها بحال هكا بشكل عشوائي شويه. هنا خديت هذاك الروز درتو هنا وغادي نقلبو بهذا الشكل. وغادي نزيدو اخر لمسه اللي هي لاصوص ديالنا، كنديروها بحال هكا فوق من البيغي، كنتبعوا هذا الفراغ. غنزيد واحد العريش البروكولي هنا بحال هكا، وهذيك الزبيده مع الزيت اللي خليت منها شويه غنديرها بحال هكا فوق من هذا الحوت. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا اللي مكون من الصومون، خضيره مرافقه، والروز، فواكه البحر، وكذلك الصلصه اللي درناها معها. لا كومبينيزون من اروع ما يكون، طبق اللي متكامل غني جدا، والاهم من كل شيء انه لذيذ. نتمنى انكم تجربوه باش تعرفوني على من كنهضر. نتمنى الوصفه والفيديو ديال اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تخلوش عليا بتشجيع، لايك، تعليق، بارطاج ديال لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم. الناس اللي كيشوفوا القناه لاول مره مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. شكرا على المشاهده، نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في فيديو اخر ومع شي واحد اخر.